السلام عليكم. شوفوا الأشغال نتاع ملعب تيزي وزو هذا اليوم، صور أخذت اليوم هذا، ونشاهد عملية تاع تثبيت السياج اللي يفصل المدرجات بالملعب بأرضية الميدان. إذا وكذلك فيه أشغال نتاع التهيئة الخارجية اللي يعني توسيع المداخل نتاع الملعب. وهنا نشوف عملية تاع إنشاء طريق يعني مزدوج يربط يعني بيريفيريك على الملعب، ويربط شرق الملعب بغربه. ونشاهد هنا كذلك إشغال نتاع طرق أخرى، والأرضية تاع الميدان راهي اكتملت، بقات وضع عملية وضع العشب الهجين وكذلك وضع الكراسي. إذا الأقل ما يقال أنه الأعمال الأشغال أخذت وتيرة متسارعة، وفيه تطوير كبير في عملية الانتهاء من الأشغال. إذا نكتفي بهذا القدر، نخليكم مع بقية الفيديو، والسلام عليكم.